الأمل، التحدي، يعني الاستمرار. خلونا نعطي نفسنا فسحة من التحدي والأمل. تكبر الموهبة مع الهدوء والسكون، وتنمو الشخصية بخوض معترك الحياة. قصة تسطر أسمى معاني التحدي والطموح، وتحمل لها عنوان الإعلام والفن في التعليم بوقت واحد. منى فيروز الاسم اللي بات مسموع على الساحة الإعلامية والفنية. استطاعت منى إنها تتخذ لنفسها طريق آخر للإبداع في مجال حضانة الأطفال لتعلقها الكبير بالطفل. يمكن أنا أكون محظوظة لأني ربيت في بيت مليان من الكتب. الوالدة الله يحفظها معلمة صباحاً في المدارس في مؤسسات تعليمية، ومساءً هم كانت تدرس في البيت أطفال، ناشئ، كبار، حتى طلبة الجامعة كانوا يجون يدرسون عندها. واللي موقف كذي يعني ممكن مضحك يكون، تخيل الصبح أن أنا أكون طالبة في الابتدائي وآي البيت مساءً ألقى مدرستي اللي تدرسني الصبح دارسة عند أمي، وتخليني أمي ساعات تطلبني يعني على أساس أترجم لها، تعالي ترجمي فهمي معلمتك اللي أنا حابة أقوله. فأنا يعني إجمالاً عشت الجو إن أنا أوصل معلومة، أترجم، أعلم، مثل ما قلت، من أطفال لكبار. فمع مر السنوات اشتغلت في المسارح الطفل، اشتغلت في تلفزيون البحرين للأطفال، تزوجت، والله رزقني بطفل. فحسيت أنه كان صعب علي أن أنا أواصل في شغلي الدائم اللي هو كان كمذيعة، وكان عندي شغل ثاني صالون نسائي، فما كنت أقدر أودي طفلي معي. ففكرنا أنا والوالدة، طيب هي عندها خبرة وباع طويل 40 سنة في هذا المجال، وأنا أحب الأطفال وهم عندي خبرة والحين صار عندي طفل، فليش ما نبتدي في شيء إحنا ثنتيننا نحبه، ثنتيننا متمكنين منه وبنعطي منه من قلبنا، اللي هو دور الحضانة. صعوبات عديدة واجهت المؤسسات التعليمية بعد تفشي فيروس كورونا، إلا أن منى استمرت في تعليم الأطفال المنتسبين للحضانة بكل حرفية عن طريق التعليم عن بعد. في ظل الأوضاع الحالية مع تفشي فيروس كورونا، كل المؤسسات التعليمية تأثرت. فلما تم قرار أنه لازم المؤسسات تغلق، فإحنا كفريق العمل قررنا أن إحنا ما نوقف. ذاك الوقت كان مدة أسبوعين، بعد إحنا حسنا هالأسبوعين مهمين في منهج أطفالنا في السنوات اللي خلاص راح تروح وما ترجع. فبدينا من العمل من المنزل، فخلصوا الأسبوعين ومددوا، فإحنا قررنا أن إحنا نسوي التعلم عن بعد لأطفالنا. طيب شلون عيالنا صغار يعني المتعارف عليه يستعملون برامج لايف تشوفني وأشوفك حالا، زوم وغيره؟ زين إحنا عيالنا عمرهم سنة وسنتين ثلاث سنوات، أولياء أمورهم ما زالوا يداومون. فإحنا قلبنا حضانتنا استديوهات، فصار عندنا استديو فوق واستديو تحت، وقمنا نصور فيديوهات تعليمية ونعزز هذه الفيديوهات، نطعمها بالجرافيكس، بالموسيقى، بالتمثيل. معلماتي كلهم الله يعطيهم العافية من معلمات، سويناهم ممثلات. طبعا الاستاذه منى هي مديرتنا في الحضانه، وصراحه هي ما تعاملنا كمديره واحنا مدرساتها، هي جدا متعاونه معنا، وخاصه في الوضع الحالي الحين تحاول قد ما تقدر تنظم وقت المدرسات اللي مثلا هالحزة ويمشي في ذي الوقت، والمدرسات الثانيين هم اللي يداومون، ف يعني متعاونه معنا لابعد درجه. Anything on, under, next to, or M? في البداية
بالبداية كان في ما في تقبل بحكم صغر سن الطفل، فكان ولي الأمر مو مستعد إنه هو يقعد مع طفله ويحاول يفهمه، بس بعد ما لقى الفيديوهات وشاف محتوى الفيديوهات بس هني اقتنع. بالعكس ولقينا من بعدها ناس تابعنا من برا قاعد تسألنا إذا ممكن إحنا نوفر لهم هذه البكشة التعليمية على أساس إنه يستغلونها لأطفالهم. التواصل مع اليهال في هذه الفترة تعددت، فسوينا المباشر وكنا نسوي الويك اند على اساس انه يناسب ولي الامر يكون موجود ويشغل الكمبيوتر على اساس نتواصل مع الاطفال والاطفال يشوفون اصدقائهم. سوينا الفيديوهات اللي الانتراكتيف، سوينا الفيديوهات المسجله، وبشكل يومي انا عن نفسي كنت اطرش لهم شرح تفصيلي للمنهج نفسه للكتب اللي وصلت لهم في البيت. فكانوا الأطفال وما زالوا يطرشون لنا واجباتهم بالفيديو، يطرشون لنا إذا أنا كنت أتكلم عن الطقس يطرشون لي فيديوهاتهم اليوم يوم كذا وطقسنا كذا وبكرة راح يكون كذا، فقاعد يصير في شيء اللي هو الانتراكتف بيننا وبين الأطفال شيء مستمر ودائم. تيجر منى، أنت تقولي كنتي اليوم عندنا شيء مميز. إيه عندنا شيء مميز، تبين تشوفينه؟ إيه شوف، يلا تعالي شوف شلون يسمون الحريسة. اهتمت منى انها توصل الحصص التعليمية الى الاطفال بمحتوى متنوع مثل الحصص الرياضية والثقافية، الى جانب مسرح الدمى ومشاركة الاطفال حصص التمثيل والتلوين. توجه البلد كان انه لا حد يطلع من البيت، فاحنا اصرينا وسوينا مثل ما نقول بالعامي كذي بكشه شنط تعليميه ووصلناها توصيل الى المنزل عشان ولي الامر ما يحتاج يطلع من البيت، لا يشتري لون، لا يشتري صمغ، اوراق، كل شيء اللي يعزز فيديوهاتنا التعليميه وصلت لهم للبيت على اساس ان احنا نكمل مشوارنا التعليمي. رغم انشغال منى في حضانتها إلا إنها ما توقفت عن دورها الإنساني وهو المشاركة في الحملات التطوعية، ومع فيروس كورونا كانت منى من أول المشاركين في حملات التعقيم في البحرين. احنا حضانتنا نعتبر نفسنا جزء من المجتمع، فمن جانب الشراكة المجتمعية دائما كان الحضانة تشارك في أمور تطوعية. خلال مشكلة الكوفيد 19 اللي صارت، جمعية الكلمة الطيبة كانت عندها شيء مشروع بسيط إنهم إعادة تدوير الملابس، فإحنا سوينا الحملة على مستوى حضانتنا وفتحنا الأبواب لكل الناس ممكن يبون ثيابهم عندنا، فهذا اللي سوينا حملة ووصلناه أو يوج الكلمة الطيبة وسلموها من عندنا، فهذه جانب. جانب الثاني اللي حصل مع تزامن مع شهر رمضان الكريم، فإحنا كطاقم التعليم والإداري شاركنا مع جمعية الهلال الأحمر ووصلنا السلال الرمضانية، وهذا الشيء جدا يعني مميز وأنا وايد سعيدة إن إحنا شاركنا في هالشيء. الروح الإيجابية اللي تعيش داخل منى وحبها إلى عالم الطفل انعكس بشكل إيجابي على حياة منى العائلية. أنا أسرتي تتكون من طفلين وزوج، فإحنا أسرتنا جدا صغيرة، وبحكم أن أنا مرتبطة في وايد أنشطة خارج دوامي وكان هدفي أن أعزز هذا التطوع والنشاطات مع أطفالي، الحين ما يصير، فمسيت نفس المعسكر في البيت. فصباحا عندهم طبعا هم التعلم عن بعد تبع مدارسهم، مساء لما يردون البيت من يدخلون داخل المنزل عندي انا حطت لهم دوسات يعقمون ريولهم، فماخذ الموضوع بجد. يعني الحمد لله انا في بيتنا عندنا مثلا دجاج، عندنا يعني قفص دياي، فمعلمه اليهال شلون يهتمون فيهم ينظفونهم، عندنا قطاوه، عندنا الله يعزكم كلاب صغار، فاستغليت هذه الفتره ان انا اعزز في اطفالي شلون هم
يتحملون يأخذون المسؤولية، فعلى أساس ما يحسون بالفرق. إن قبل الكورونا كنا عندنا مسؤوليات برا ونختلط ونشوف الناس وفي شيء ننتظره باكر. احنا اساسا حضانتنا من يعني السلوغنز اللي احنا نقولها ان احنا لا للتكنولوجيا، فالطفل يحتاج ينمي قدراته الاجتماعيه قبل اي قدرات اخرى. فصعب صعب صعب، وما انصح فيه ما بعد الكورونا. انا انصح ان الكل يرجع الى الكونكشنز اللي بين البشر، والطفل يحتاج يعني يختلط مع اطفال في سنه، معلمات كبار صغار، الجده العمه. ف التكنولوجيا حالياً محتاجينها في هذه الفترة، ولكن ما بعد هذه الفترة لا. إن أرفع درجات القيادة البشرية هي معرفة مسايرة الظروف وخلق بيئة هادئة على رغم العواصف الخارجية، وهذا اللي بالفعل استطاعت منى تحقيقه في العملية التعليمية، واستطاعت أنها تقول للجميع بأن الوقت هو فسحة من الأمل. الدرب ليس سهلاً، ولكن الوصول إلى الغاية جميل.